وصلنا النهارده اجمل هديه، اجمل هديه من الكويت، هديه برضو تخص الحمام بتاعنا، مش اي حاجه، هديه للحمام. الهديه جايه من الاخ حسين الصوالح من الكويت، ارسلها ليا مع الاستاذ اشرف من مصر اللي كان نازل اجازه. طبعا هو بيشتغل في الكويت ونازل اجازه، فهنشوف بسرعه الهديه. من فضلك اعمل لايك للفيديو وتعالى على طول نبدا الفيديو ونفتح الحاجات دي باذن الله. فيديو يعجبكم ان شاء الله. نحاول كده بسرعه لان طبعا هو جاي في الشحن مسافر. نفتح الشنطه. طبعا في النهايه هجيب لكم فيديو الاخ حسين مصوره، هو مصور المكونات دي طبعا في الكويت. هنشوفها كلها مع بعض. شنط كتير طبعا عشان طبعا الشحن والطياره. الحقيقه الاخ حسين كان عايز يبعت لي حاجات كتير، وانا قلت له لا بلاش ما تكترش علشان الراجل يعرف يشيلهم، يعني طبعا علشان في وزن في الطياره وحاجات زي كده. فانا طلبت منه انه ما يكترش الحاجات اللي هو هيبعتها. طبعا ادويه بيطريه، ادويه للحمام. هنشوف هنطلعهم كده ونشوف كل حاجه. دي طبعا الاخ حسين اللي كان مصر عليها، دي للحشرات اللي يرش منها على الحمام، وهتشوفها دلوقتي وهو بيرش منها الاخ حسين مباشرة على الحمام. طبعا ما كنتش عايزه يجيب دي لان طبعا شيلة كبيرة، اما تتشال من الكويت لحد مصر هنا يعني. طبعا كتر خيره اللي شالهم وجابهم لحد مصر. بص يا استاذ مصطفى بعد الرش. الحمام ما يقعد ساكت، شوف كله يجري. سيب لك دلوقتي فيديو اللي هو اخينا من الكويت اللي هو بيعالج به العين، لعين الحمام وتنفسي يعني. ممتاز جدا على زي ما انا شفته في الفيديو، على طول جاب نتيجة فورية. هو مكتوب عليه هو سائل معدل الحقن. تايلوزين طبعا يا جماعة، التايلوزين ده حاجة مادة معروفة. لو انت مش لاقي الاسم بالظبط ده هتسأل عن تايلوزين، ده مفيد جدا. اذا تبي علاج نهائي يا تضبط ولا العين تصير بيضة، تايلوزين هذا طريق توريك طريق. حط بالحلق نقطتين بس بس بس، حط في العين نقطة وشوف شلون تصير العين. شوف امسك العين الحين، تطلع جميع وصف العين تطلع، ركز عليه بس. هذا العلاج نهائي، اذا تطير فيه عين خلص العين كلها تنظف خلص. اذا ما برت لا عاد تعطي علاج. اقوى علاج تايلن في العين. شوف شوف تعبان تعطيه قطره مرهم ما يمشي، تعطيه بس تايلن تخليها العين. شوف شوف خلص، ترى يوم واحد يوم ثاني تصير عينه بيضه. ترى هسيب لك كل الحاجات دي طبعا فيديو للاخ حسين كل حاجة، وهو في الصيدلية وهو بيشتري الادوية دي. لكن اعمل لايك للفيديو وهنشوف كده. طبعا كلها حاجات ده 4 دينار، 4 دينار كويتي طبعا يعملوا مبلغ بالمصري، مبلغ كبير اكتر من 240 جنيه. دي 7 دينار
اكتر من 400 جنيه، 420 جنيه. دي باعت لي منها 2، دي بيتحط عليها مية، تحط عليها مية معدنية او مياه من صيدلية، يعني مية اللي بتحط للحقن يعني. تشوفها كده، هو معلم العلامة اهو الدكتور، نشوفه دلوقتي في الصيدلية وهو بعلم العلامة دي. قال لغاية هنا، ده طبعا هي بودرة لما هتتحل في المية لما للعلامة دي. يرجع نفس اللي قبل، حط مية صحة او مية فلتر لحد العلامة دي كده ويرج كويس، وكده نقطتين بالحل دي 5 ايام ورا بعض، كل يوم نقطتين. العلاج هذا شنو خاص؟ حق السلمونيلا؟ السلمونيلا والتنفس. والتنفس. التنفس. وهذه؟ دي سلمونيلا بس. زين. حبة واحدة هذه، هذا كرتون القطرة اللي هذه. شوف التركيب فيها هني. طبعا هذا كرتونها. هذا اللي فيها. هذا صراحة حتى حق التنفس أستاذ مصطفى، يعني أنا جربته صراحة، الحمامة تعبانة ثاني يوم أو بعد ساعتين أصلاً، تشوف يعني شيء غريب. تنفس أو أظن كانكر أو سلمونيلا، أي شيء بكتيريا بالمعدة، يعني صراحة يعني قوية. أنا جربته، شوف هذه ولسه فيها، يعني ما ادري عندنا علاجات حنا واجد زينه. ودي زي ما قال لي الاخ حسين انها دي فيها، قال لي تقريبا ان فيها 50 قرص، وان دي بتاعت بتعالج السلمونيلا، قال انها للسلمونيلا. سعرها كام بقى؟ 4 دينار اهو، 4 برضه في 60، اكتر من 240 جنيه، برضه لو قلنا 250. هذا حق العين ها؟ اه استاذ مصطفى. طبعا في كذا نوع، هذا للسلمونيلا، كوكسيديا، يعني علاجات، بس احنا عندنا 6 في 1، بس هذا القطرة كافي. طبعا هاي الدويات كلها هولندية وفرنسية. حتى هذا للكنكر، شوف سعره 15 دينار. بلجيكي. هذا بلجيكي، هذا في بلجيكي. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بيك. شلونك دكتور؟ الحمد لله بخير. طيب. عندي تقريبا ده عندهم بيتباع بالكيلو، ده اسمه ده 6 في 1، ده بيتباع بالكيلو في الكويت، فهو جايب لي حتى المعلقة جوه اهو تقريبا اللي هو بيستخدمها، كان مكتوب عليها تقريبا حتى الكتابة اللي هو كان كاتبها له الدكتور راحت. لسه معانا ده، حاول نشوف السعر. دي طبعا مجموعة فيتامينات، عبوة كيلو جرام. تشكر يا أخ حسين، أجمل هدية والله، أجمل هدية تجيني. ده صناعة هولندي، طبعا هو الأخ حسين بيحب يعرف الصناعة كلها، طبعا صناعات مستوردة، وزي ما هتشوف في الصيدلية اللي هو في الصيدلية البيطرية اللي هو بيشتري فيها. بسم الله ما شاء الله، والله كان عايز يبعت لي حاجات كتير، لكن علشان خاطر الشحن، حتى ان هو بعت لي التحديق، هو تشوف حتى بعت لي الكيس في شوية تحديق عشان اشوف اللي هو ايه الحاجات اللي عندهم. طبعا من تحديق لكلفة، كل الحاجات اللي عندهم حاجات ممتازة يا جماعة. هنشوف نفتح الكيس كده برضو وري لك مكوناتها التحديق ده
عبارة عن ايه؟ طبعا هو مش بيقول عليه التحديق، لكن انا بلغتنا هنا بنقول التحديق. حبهم يقولهم كيلو يعني. هو بيسميه كلسم. هشوف هو عبارة عن ايه. مش عارف، انا حاسس ان هو فيه طوب احمر بس متصنع، وفيه حبوب كده زي الغلة، وفي أصداف اهي حاجات بقشر محار مكسر. عموما تشكر يا اخ حسين، احنا شفنا برضو هو ده الكلسم اللي هو بتاعه. والله في محار صغير، قواقع صغيرة اهي، لو حققت فيها هتلاقي قواقع صغيرة بالشكل ده اهو، قواقع اهي صغيرة. شوف القوقعة زي ما حضرتك شايف كده، هي ده كلسم. هو بيقول عليه كلسم، احنا بنسمي الحاجات دي طبعا التحديق، لكن طبعا دي كلها برضو حاجات بالنسبة لهم جاية مستوردة، حاجات درجة أولى. احنا بنعمل برضو الحاجات دي هنا بإمكانياتنا برضو، في بتبقى معمولة هنا بكسر الرخام، وفي اللي بتكون معمولة برضو برمل ومحار البحر. وبرضو احنا بنجيب الطوب الأحمر بنكسره برضو ونضيفه عليها برضو، قلنا الكلام ده. وبنجيب اللي هو تراب الأرض برضو بنعمله في التحديق بتاعنا. طبعا الحاجات دي بتيجي عنده هناك، بيجيب منها شكارة كبيرة زي شكارة الأكل كده أو الكلفة دي، برضو طبعا جالهم برضو مستوردة. شوف حجم طولها حوالي 40 سنتي أو أكتر من 40 سنتي، ما شاء الله يعني. إيه مش جاية في الكاميرا كلها أهو، شوف الطول كده حوالي أكتر من 40 سنتي، حاجة عملاقة يعني. 750 ملي، مرسوم عليها كل انواع الحشرات، نمل مش عارف صراصير عناكب كل الانواع. حتى ده ايه، هو دايما الاخ حسين يقول عليها حق الدود، يعني بتاعت الدود. اتعلمنا لغتك يا اخ حسين، مش عارف هي الصناعة ايه. وبحاول اجيب لكم برضو سعرها، الناس اللي هي يعني ممكن تكون عندهم في الخليج متوفرة او في الكويت نفسها. مش واضح سعرها بصراحة، مش قادر اوصل للمكان اللي مكتوب فيه السعر، لكن هو عندهم كل حاجة مكتوب عليها السعر، اظن مفيش حاجة مش مكتوب عليها. طيب هنشوف الهدية على بعضها كده، نرصها كده. دي احنا شفناها بس ما شفناش ايه اللي جواها. ده اقراص فيها 50 قرص. خمسين قرص كده، الشريط اهو فيه 10، في 5 اقراص، 50 قرص. دول 2 ودي 1. على أفا من خمسة